طبعا هذه الأمسية ثالث أمسية في مهرجان الشعر الشعبي الأول صيفنا قصيد، والذي توج هذا العام تحت شعار شكرا ملكنا حمد. مثل ما تفضلت وشفتوا الجمهور اليوم ما شاء الله واجد ومتواجدين عندنا، وأيضا شعراءنا من دول مجلس التعاون يعني متوافدين علينا الشعراء والجمهور، وهذه يعني شيء يثلجنا ويفرحنا، وفي نفس الوقت يخدم الساحة الشعرية في البحرين اللي عانت من ركود تقريبا أكثر من 5 أو 6 سنوات من الحراك الثقافي أو المسيات الشعرية. نشكر تواجد صحيفة الوطن اللي دائما تدعمنا وتتابع أخبارنا، وهي مو بغريبة عليهم وعلى الطاقم الموجود فيها. في دار ونجلة حمد تطرب طواريق القصية وقريح في معلومة، في دار ونجلة حمد باسم الخليفة كلهم وخص مولاي المجيد راس البلاد اللي تسيد بالزعامة والرشد، الحاكم الفذ المحنك صاحب الراية السديد زمن الدخيل معظم الجدان من جد الجد من روس وايل حزوي لا حد والمجد التليد عسى الله انت في فقار المجد بالحليه صحيح.